يبدو أن ما حدث في أربيلة سيلقي بظلاله على محادثات الكتلة الأكبر مع الكتل السياسية الأخرى بعد انفراج نسبي في الأزمة إثر مبادرة الصدر الأخيرة. متخصصون بالشأن السياسي أوضحوا ليو تي في أن مواقف قوى الإطار من القصف الإيراني قد يعقد مهمة التفاوض، خاصة أن البعض منهم يبررون الحادثة ولا يستنكرونها. لا أخفي عنك، هنالك الكثير من أيد هذا القصف، وواضح بالمناسبة لم يخفي هذا الموضوع وتكلم بالفضائيات، وهذا رح يأثر على نوع المفاوضات. الآن كيف أنت تتفاوض وأنت تعرف أكو محتمل في أي لحظة تنطلق عليك صواريخ ممكن أن تهدم بيتك؟ وتحت وطأة الصواريخ يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالاته السياسية لبلورة تحالفه الثلاثي، مع تأكيدات من مقربين منه بأن التحديات لن توقف مشروع الأغلبية. أعتقد أن اليومين القادمين سوف يكونان حاسمان بالنسبة لإعلان بالنسبة لرئيس الجمهورية. أعتقد أصبح واضح، يعني باعتبار أنه ممثل الحزب الديمقراطي مع التوافق التحالف الثلاثي يعني محسوم أمره، ورئيس الوزراء تعرف الآن في شخصية مرشحة، وممكن أن تكون هنالك أسماء أخرى، لكن أعتقد أنها سوف تنحل في اليومين القادمين. ويرى سياسيون أن توقيت القصف الإيراني يتزامن مع أزمة سياسية خانقة، مرجحين عودة حالة الانكماش في ملف الكتلة الأكبر بعد تفاؤل حذر جرى خلال اليومين الماضيين. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.